الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تثبت كفاءة وجدارة في عملها. الرئيس السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة. انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت المقبل بحضور 1600 مشارك بمركز المنارة للمؤتمرات. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه الرئيس السيسي أيضاً بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، وذلك من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين. هذا وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور. كما اجتمع الرئيس السيسي أيضاً برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن، مؤكداً سيادته في هذا الصدد اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار. أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن انعقاد نسخته الثامنة يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك. ويتضمن المؤتمر، والذي سينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات وأبرزهم جلسة اسأل الرئيس، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم، بالإضافة إلى جلستين أخرتين. هذا وأعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن فتح باب المشاركة بالأسئلة في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وذلك حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب، المنارة، سبتمبر 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلين عصابيين بحيازاتهما 500 تربة لمخدر الحشيش، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. المزيد في سياق هذا التقرير. بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام وأمن القاهرة وأمن الجيزة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في تهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بالقاهرة والجيزة، وبحوزتهما 500 تربة لمخدر الحشيش تزن 50 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وسيارتان.